السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اليوم وقت جديد من لعبة العاب السليم. إذا ذابكم مقطع تعصبكم في القناة وفعلوا زر الإعجاب وزارة وصلوا على النبي محمد. هذا تكملة للمقطع تكملة لشريط ألين. أيوة نفس قلت كان في طريقة عشان يخليني أجي أدخل لداخل. أوه في غار هناك وسجل نقطة الصحة وضاد الرصاص ما في شيء منه. تبي الجهة الثانية وفي طريق من هناك لازم أشوفها برضه. لا ما جينا منه صحة صح اللي هذا من هذا ما بيجي يطيحني. وصل في الغارب بالضبط. في شكل في الغارب دائما يقول لي اياه. اوه انا اركب في الغارب. هو لما تجيب القطعة تبي سبته بس كيف اطلع برا؟ كيف اطلع برا؟ اي بس اضغط على الغارب. لو من هنا. اسعد هنا اسعد هنا. في طريق منه توي سبته كانت في انا مطعم. اي هذه. اوه دي عربة بس دي دفة. دفة زيادة. اوه دي عبر نفسها صح. الثانية دي ارفع المفروض ده زي ما كنت شغال اثنين في شيء منه او مد ما تصدق بس بس ده مسد الطريق او طريق خروج بسرعة نصعد له منه بالسريع وزي الطريق خذني انا بس لازم اصعد وانزل منه لا منتظر شوي لا بقل شوي اتعلق واحتاج هنا برضه اللي هو هذا بس اسوي ذي رصاص اجيب هذا الشيء وحذر وحذر فيعطوني خمسة بس لحظة وين لازم اروح الطريق مفتوح لي بس ما تستفيدون لحظة لما اشوف في المرايا في شيء في شيئين مجموعة اشياء مش شيئين بس لازم احطه هنا يبتوي خدته ايوه هنا استخدمه بس اضغط اضغط جاد ما هو رفعتك عن ثلاثة وش It pops out if I turn it too tight. كانت له قام افتح كامل وادي ادف الصناديق هذا الطريقة تخليني مدينة انا اجي ادخل لا بس مرات بس حطه واحد اثنين لا خلاص نجي من هنا نجي ندف شوي لورا نرجع هنا ونجي ندف لقدام ندف لقدام زيادة كذا بس خلاص بس ايوه لان مدينة الطريقة مدينة هذي فيه هيجينا من هنا داخل انزل في شي هنا قاعد ينور ورق ما شفته كلام كثير النارات هناك فكرت شي ننزل الحين ناخذ ده ايوه تسكر بس ما تسكر كامل بس كذا المفروض وتك فايدة زين من كيف سويت انا لا مرة ما صار كم دينا الدفة هذي كذا بس دفة واحدة في دفعة واحدة بس عشان يجي يمسك صح المفروض يجي يمسك اي بيجي يمسك ناخذ الحين دي القطعة نخليه يتوقف لها هنا وبعدها نجي نتغدى خلينا نحن نفهم كيف بيجي يدفهم فوق مسكر بس يلا عندي لازم اصعد له منه فوق كذا الصناديق واصعد هنا يبقى عندي بس اصعد له منه ايوه ونجي نرزح ونحطه في الغارب صح اي في الغارب نص في الغارب الغارب في الارض جنب الغارب اضغط على الغارب ذا نجي نحط الآلة المفروض نجي ندورها لازم نجي ندورها وانا على الغارب وانا بي نجي نزلني اكثر من مرة بون فوياج هذا بقسم انا اتحكم فيها ولا لا ما اتحكم فيها بس مثلا البداية مع كمية وحوش بس اكتبهم كم عندهم بس ما تدروا بعد طب احد وسوس اذا قلت من المايك او ذا اوه ذا اللي يرموه فكيف شكل مختلف اخر وقت طقات سريعة بعد عندك واحدة بس ايوه خلصنا منه خلصنا منه هل الشي طلع لي اوه صح زيادة 10 لا 15 شفت منه هو ذا طريق مدينة ذيلة اروح السفينة هناك بعض شي بس لحظة المراية نشوف هل في اي غرض ناخذه بالسريع اي غرض لا ما صوب بعد روسي اي في غرض هناك فوق وين هذا داخل داخل زمزم زمزم هذي لا مش زمزم هذا بس انا مش هنا برضه احتاجه هذا من لا ما فاتت كل وحدة في المدان داخل المغرات زين وهناك مال اي ذي كنت قاعد اقول عن ساعة واحدة مليانة اندية والسي ذي هذا طاح لي ما في دروس اللي طاح بس ده الصناديق داخل المغرات كذا ما في دروس علي ناخذ غرض ذا رصاص
استخدمت الرصاصة عشان تزيد لي 5. صح، القطعة كانت داخل هنا، القطعة الزرقاء شوفها بس ما زلت منها. لا وينها؟ بس كمان أركب صوب المراية عدل. أي توي شفتها فوق من المهم، داخل داخل سفينة ديموس. لا داخل سفينة في براميل من هناك، ما جت صوبين لأن هذه تبدأ زي الدرع من الظلام، بس هنا كانت المفروض قطعة. كيف هتصدل منها؟ هي منها أكيد ورا ذي العظمة. فايتك، هل هي وراي هنا بالضبط أم لا؟ وراي هنا في شيء، هنا في شيء ثاني أزرق تو طلع لي، بس مصر ذي العظمة لأن هم سفتوا بعض كذا. بسحب عليهم ونرجع للمكان اللي لازم أروح له. بس لا، وين المكان اللي لازم أجي أروح له؟ ففي سفينة هناك كبيرة ما أدري وينها، بس ما دام في عظمة ذي موجودة لازم أخذها. هذا اللي يجي طارق ولا يجي؟ طارق هو ثاني بدون، لا هذا طويل بس أنا راسي ده لازم أطلق على راسي. بسرعة أخذ كم واحدة، لازم أوقف كذا يصير. لا ما يجمع، لا أو زين هنا زي الدرع ذا أخذ تحته صوب. بسرعة خلصنا منه. لا لا يا رجل، إذا قرب منها بس هذي دوا، هذي دوا بس ما أعطاني صحة زيادة. والله لا ولا توسل، نورينا مكان بعد عشان ناخذ اغراض. هذا لا ده مليان انبياء، رصاص ادمله ورقه ما ادري ايش حساب عليها. لا اخذت كل الغرض اللي هنا. عن الحين في مكان كله متغطي بظلام، كيف ما بستفيد، ما بدي استخدم في شيء منه كذا. خلنا نروح منه بس بحتاج المصباح لان هنا مكان فعلا مظلمه، ما في اي شيء منه. في طريق منه، خلينا نشوف نشوف بصي، ما في شيء كلهم يودون نفس الطريق اللي هو منه. لا في شيء هنا وسو حذر، محتاجه خلينا نسوي مكان ثاني. شكل الوحش ذا شكله مختلف مرة. هي سوف عندها أسواق زي كذا. أول شيء ما دام مش منتبه علي، لو إنه أخضر ما دام مش منتبه عليه خليني أطلق عليه على طول. أيوه تخلص منه، يبقى لي إذا طاردني فأقدر على قنبلة وطاري. حتى إذا قنبلة شيء ما طيحت لي اي شيء، والوحش ما طيح لي اي شيء. طريق منه او ذا طريق مسدود عشان طريق رازع اسرع. لا صحتي صارت 45 ايش شيء ذا، بس ما تقصاص الصفر فيها ليش راسك يصير الحين 29. في طريق منه، هاي شوف شوف هذا قبل ادي اشوف منه وادي افرفر على طول. استخدم مرايا بس ايه المرايا ذي دخل هذي السفينة دخل اغراض المفروض ما حد دخل الغرفة حتى هنا. gotta stay hydrated. اكتب في بس فيها اذا كان صار فيها شيء، بصي ما فيها اي شيء. اذا الحين ايش مسوي؟ نريد ندخل من ذي الذهب داخل حاوية، ذي الحاوية دخلت له مكان جديد بس لا مسوف كل الاماكن. ومنور لي هنا يبغاني بعصية اطيح ذي السلسلة او شيء. لا بس لا مكسر ذلك هو عشان ارفع ذي، متى صرنا ذي انزلها؟ هي ترفع لحالها، رفعت ذي وش الفايدة؟ ما زيد دخلت داخل، ما زيد دخلت داخل وزيد تكسرت على طول. كلام ما زيد شوف وش الغرض اللي داخل. هذا زيادة شوف منه نفسها. لا بس انا بيكون لا داخل. ايوه اوه ودتني الطريق عشان بدي ادخل بسرعة. طيب ما فتشت المكان الباقي، لحظة بس أبي أفند ذي من بعيد. ما تنفذ خلاص ندخل داخل الحين. عاد إعادة ملء وسفر داخل السفينة. في وسوسة ما أدري كسر ذي، كسر ذي الثانية. عندي أساطين بالسرير، لمبة هنا أول قاعد تنور بقوة. ما أبي شي، خلني أطلع أدخل من جديد. أطلع أدخل من جديد، ما أدري إيش نزلنا وش الفايدة. أوه ودينا طريق ثاني بس أو نفس الطريق، نفس الطريق من الجهة الثانية من السفينة. خليني أفتش المكان أول شيء، بدل ذلك الأشياء بدلته مدري الفايدة. أيوه رجعت رجعت، خليني أشوف مدام ما جيت في الذهب دي أشوفها بالسريع. اسم سفينة مدري شو هنا، ما أتمنى عن برضه في غرض المفروض ألاقيه رصاص وزي كذا. ما في شيء، لازم أرجع مرة ثانية فوق. لقيت هنا ورقة وحذر مليان
رجعت لنفس المكان بس الطريق انشد علي هذه المرة. ناخذ الورقة ما ادري ايش مكتوب بس انه كان يساعدني مرات او شيء زي كذا ما ادري. ارتفعت فيه، اوه انا طيحت الزيك عشان كذا ارتفعت فيه. كذا المفروض الحين بدي اصعد لفوق. مين قاعد يتكلم؟ كان صوت ازرق، كلام ازرق طالع لي، لو شخص مختلف بس نفس الوردي وشي زي كذا، او البرتغالي ذاك بحس الظل. لا بس اسم المرحلة اصلا. المهمات استخدم ضوء لمحاربة الظل. المهمة الثانية ابحث عن مصدر نار لإزالة الانسداد وذم الحبوب. 6 حبات بقيل من ذا المكان، ولازم لازم لي مكان نار في قايل زي الفتح. الزر الزر ونزل ندخل الحين. ما في أي شيء منه؟ أوه في أماكن كثيرة ما أدري فتر بس زي كلهم ينفجرونهم. لا ده مين ينفجرون؟ مكان بس كذا شوي زيهم اللي ينفجرون زي ما فذتهم بسرعة. بس أي واحد لا ما فذت مثلا أنت برضه هناك في طريقة بس لا ما فذت عنه. ده مين ينفجر؟ أسمع صوت بس ما أدري شو. جيب المراية، هل في شي وراي؟ سد المكان كله بس لا ينفجرون؟ لا ما ينفجرون. وذا المكان؟ ما أدري بس خلنا نمشي بسرعة. نطلع فوق، هل في أي أحسن رأي؟ لحظة، هذاك المكان، فكرت نفس المكان وراي بس قاعدين نسد كل شوي، بس ما جبت ذا المكان، بس يلا، نحطينا بس نمشي، وهذه ذهب، وبسرعة لازم، مو سهل السرعة بس أنا بيمشي بسرعة، أنا ذي أطيح، تبون بعيني، بعيني، أي عادي أنا قريب، جيت، أي جيت، قال موت، لغد، أنا موت. المهم عند المكان المفروض عنه قريب كذا بس امس منه. والحين امس طلع واقفز ايوه بس نفس الساعة دي طحت. لحظة بقي لي رصاصات قليلة، قاعد استخدمها رصاص من ساعة بقي لي 14 رصاصة المفروض سبعة. بس لس قاعد ادخل كل شيء من حولي لحولي ثاني. مفتاح ما يديله، مو لازم المفتاح بهالحجم. أنا أخذت بس قاعد أمشي وبس. علامة استفهامات، المهمة علامة استفهامات. وش الفايدة؟ مهمة علامة استفهامات. نو دايس. أتذر مراية زي المصباح. ما بيصير المصباح مراية، المفروض مراية هي تورينا أماكن في غلط أنا ما أخذتها وشي زي كذا. كما بعد أول شي. ما في أي شي. لازم أفتش. يمكن في بعض البرميل لازم أفجرها. في ذا برميل. المفروض برميل شذر بس ما يطلع من غاز عشان كذا. حتى ذا ايش فايدة؟ بيكون لا متأكد من كل حاوية اذا كان فيها شيء ام لا. حاوية تتغير لونها برضه، ما كان دي كان لونها صار احمر ازرق هذا قاعد تتغير. هي تغير معنا اذا ما ادري. خليني اروح ادور لي اول شيء عن شيء. انا اريكا نشوف ذا يتغير لونه. مثلا الاليين بيهجمون علي لا او لا بس انا اخذ المفتاح تعجيب. كل شيء عم استفهامات هنا حتى الرذاليين كلهم راحوا. خلنا نمشي بالسريع ابي اطلع من ذا المكان قاعد اوخ شوي بسرعة ندخل لمنا. اوه Jorge my man شو اسمك؟ ما ادري هذا اسمه زي كذا بس انا مصالح ما يكلمه. ما ادري استخدم عليك، ما ادري بس تتكلم من سيبس يلا. استخدم المفتاح، كان كلها ذكريات ما ادري بس. كلها فيرا. داخل حاوية طلعت منها الحين. طلعت على متن السفينة. هو نفس الحاوية اللي دخلت فيها. ليش ذا قاعد يدوخني زي كذا؟ لما رفع ذي بطريقة بس ما ادري شلون. لما طلع ما طلع من ذا المكان. في شي صار قاعد يوسوس. نمشي منه قاعد نمشي على حوالين السفينة. وش الفايدة؟ ما في أي باب، ما أدري إلا المصباح اللي كان يبغاني أستخدمه هناك ولا زيت أنا من الأساس. هو ذا يفتح شوف ذا وش يسوي. مسدود مسدود ما في لا طريق إلا فوق للطابق الثاني بس كل شيء ظل بس ما ظلال.
يخوف فين هو طلع قدامي فدا ما دام ما يهدم عليه شيء ده هو هذا الوحيد اللي يمدينا افتح 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 وداني للطابق الثالث المفروض هنا بدي افتحها لا ما يمدينا افتحها نلف نروح ذا الثانية ما يمدينا افتحها هذا ما يمدينا افتحها ثم ما يمدينا افتحها كلهم ما في الا هذا الوحيد اللي عليه بالطوارئ سمعت صوت باب كان ينفتح هذا من أحمر أقوى انفتح لحاله ولا هو كان طوارئ زي شايفين قاعد تغرق وذا الضباب ما ادري كان يبون يهربون لما يطن فدا يخوفهم ما ادري ايش يصير قام يصير في المكان اللي يطلع من ذا السفينة يصير قاعد يدوخ افتح افتح طبعا متهيدي مطعم كان بس طبعا مكون من هناك بس باقي لي طابقين نجي منه بس بسرعة نلف هذا ما في الا ذا الباب باب الطوارئ اظن كذا انه نحن معنا باب الطوارئ بعصي اي مصلح صغار في اي شيء فين قاعد تنضرب وانا داخلها ما في اي شيء حتى ما في اي غرض بدي اخذه بعصي ويمكن فيه بس انا مش سايق فتح المصباح لازم خلي شغال السيارة تخفي عنه غرفة التحكم اتصال نتكلم مع ذا الوحش تقريبا ما فهمت ايش قاعد يقول بس فينا برامين غاز مديان في الزرها ولحظة في غاز اوه مسدس ايدوه زيب ده هو مسدس النار هو الوحيد اللي بينور لي ذا المكان على طول لازم يصير ابيض لذا الحين لذا نحن الصح زي ترى قاعد يتكلم فين الصوت اخذ كل غاز بعدين اشوف المهموس يبغى اوه مسدسات النار مسدسات النار فرقات النار اوكي انا اخذت كل الاغراض الموجوده منه اخذتها كلها نتاكد بس بالمرايه حدد لي اي شيء في ذا في مجموعه طاقات ما اخذتها بس ان هي برا في واحد هناك على السفينه برضه هذا فتت المكان يمكن اطلع من هنا ليش هذا قاعد يتكلم؟ نكد اني مسقط الغطا كان لونها وردي اللي هي قاعدة تتكلم كلام حقها اخرج منها هاي السفينة يو يبغون يهجمون علي فتر ذا فتر ذي سريع لا ما فيت كان لازم انطق لازم كان لازم انطق لا لا افقع افقع ما ادري ما احتاج انا اقتل بعصي بس لازم اقتلهم في لازم اللي يقربون مني اللي يقربون مني لازم تخاف منه هو ثلاث رصاصات عندي ما بيفيد اذا باقي له واحد يقعد حقني فين خلص منه خلص منه الحين اعطاني صحة زيادة لا تفيد بس سكينة سكينة هذا سكينة هذا سكينة على المراية المراية خلاص المفروض تنضربون سحب سحب عندي ضرر صحة قليل ادي الصحة وروح وين لازم اروح؟ لا كلمة ذي طيحانة بسرعة زين خلصنا من واحد يبقى لنا واحد ثاني بس واحد ثاني ايه واحد بس زين خلصنا منه بس وين لازم نروح؟ يبغاني انزل بس من السفينة كذا في طرق كثيرة بس انا نزلت من السفينة كذا جيت لقاع السفينة هل ده اللي يدخله؟ بس ايوه لان هو كذا طريق حلو كذا لازم اجي هنا اصلا يمكن ما ادري لا ما اشوف المحموس يبغى المحبة قاعد تقول لي أعيد الطريق للمنارة دي ورقة سيفتا خلاص ما نحتاجها نريد نرجع للمنارة بس ما دام هنا ما في طريق كذا أسهل إيه كذا هنا أسهل بس لحظة في المفروض زي كذا صار عشان كذا لما أستخدم ذي الرصاص أوه ما بدي أستخدم إلا واحدة واحدة أيوه أي شيء مسكينة بدي أفجره أوه لما أفجره كله لأنه بيعطيني رصاص زيادة
محطة الرصاصة واحدة خلت مليان على طول دي عشان دي استخدمه وده ما شفته بعد صح زيادة نعم. بعد عن جيت منه والطريق العودة عشان دي في مكان إلا لا كان في مكان واحد هنا كان مستخدم كل دايما تنزل أوه وسيلة كثيرة في بدي صح زيادة في عادة مرة ثانية لا توي أنا طلقته كذا بتتمي ناره مثل كذا ما دي بس لا نجي منه هنا في شيء لحظة طريق العودة بس قبلها لا ما خدت ذلك لو لي عادة مل يعني ايوه تم نار من ولع كذا بحتاجها في المنطقة اللي كنت فيها في البيت في البداية بس اخلص ذي المرحلة اللي منه بعدين خلاص اجي اوقف ما دي اخذت وقت وانا قاعد العب هناك شيء ما نجي نزيله بس لازم ننور المكان فاحتاج ان النزيله ذي كذا متى؟ ثاني بطلق عليه واحدة بس بس يعني بس فايدة بس منك ما عندي رصاص صح؟ أول عندي 5 رصاص بعد الموية جا طلق عليه زي كذا على الأقل كيف أخذت زي أكيد حبة حبوب صح؟ Better get out of these waters. ما أدري إيش قاعد يقول بس كان ماخذ دي بس نص عارف كيف أو المراية صح لما كان مكسور فيه لا مستخدم مراية بنى لي طريق المفروض صح المفروض بنى لي طريق ليش كذا كذا اي سي لا متأكد يمكن ما سبت الطريق كامل لا مسوي كامل لمنا ما في اي شيء بس سمعت صوت هذا انا قاعد اضرب منه لا ما اخذ الشيء وتوه وراني عند بنك كان طريق كان بنى لي طريق كذا خلاص يوصلنا منك هلا لازم ارجع بس هذا بالسريع Something isn't right with these هناك waters. في واحد لا لا مو لازم دي هنا بالسريع خلاص لا اطلع 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 كذا زين مكان انا فيه في مراية لما اسوي زي كذا انا بيتم اوه فهمت لحظة اني ارجع على بوارة لحظة سوي وينك لا موقف هنا اذا كذا وين المراية وقف عدل زي كذا الحين خلاص لازم ما ادري ارجع بص المراية مكان مكسور بس هو الوحيد اللي مديان اشوف فيه بس فايدة منه زين حلو زي كذا زين طريق يقول لي من زي كذا خليني اسوي زي كذا اللي هو منه المفروض خليني اشوف هل في طريق طريق يكمل لمنه المفروض اني امشي من ذا الطريق حتى ارجع لهناك صح؟ أيوة الطريق الموجود لازم أنا أحفظ الطريق عشان لا أجي أطيح حبة الحبوب بس أعطاني أعطاني مال القوة حقتي زادت مال النظرة حقي زادت بقي لي 5 حبات حبوب حبوب وبدل المكان بس خلاص رجع ذا المسدس الوحوش ذولي بصير لون أحمر هي نقاط الضعف حقه بس إذا طلقت عليها واحد وش يصير على الرسل هذي كذا خليه يوقف شوي طلق طلق عليها بسرعة خلص خلاص حقي خلص خلص كم ما اطلع من المويه ما عندي رصاص كثير بس لحظة وين لازم اروح زين هذا المكان صح هذا وش الفايدة فايدة يمدون يهزمون علي هم يمديهم هم يمدون انا يمديني بس هم يمديهم يمدون رصاص صح تمام ايوه رصاص صح زيادة وين اللي طايقون اوه ده وراي بسرعة مني صح تعب عليهم اذا نفس المكان اللي فيه تتوي صح؟ بعدين بس هنا في صح زيادة سوي عدد مل لا بس نفس الطريق الطريق اللي بيجينا من هناك لحظة إلا نفس الطريق بس تبدأ ذا أول شي استفيد من الأغراض اللي طلعها لي كلام اللي أسوي أوه طريق الصاعد لفوق لا ذا جايين هنا وين هذا مرة تعمل اللي تعمل بسرعة أخذ كذا لو لي عادة أو هذا وين يدف قدامي وأنا أجي وراه أخذ بس ما يجي تذي صح؟ إي ما يجي تذي لي خلي السلاح اللي بحتاجه هنا بس وين الأماكن اللي كان فيها ظلمة؟ إذا بدينا نفجر فيها لحظة هذه منطقة جديدة كلية ما جبت لها
It's blocked from the other الوضع side. مسكر. شوف ذا المكان ما في شي منه ولا شي منه. ذا يقرط هنا اجيبهم. ذا الصحة والرقم ذا الشي. ذا اللي محتاجهم. ذا وش يسوي؟ This way leads to يحتاج المفتاح. لازم تبي تشوف شي نصيحة. اي هذا هنا. بس كيف سوي كان في بس قاعد يسوي قاعد يبغى ثلاث محولات برضه. ما اخذت انا في ذيك المنطقة اللي يكون بعد يبغاني ارجع زي راح اخذهم. خلينا نشوف منها يمكن الاقي المحولات هنا في ذا المكان. صح المرايا. لا مستخدم المرايا. اوه في شيء هناك. لازم ذي اطيح ذي بأي طريقة. لحظة. اذا كان كذا ذا يوصل كهرباء. وهناك في طريق فوق. لحظة لحظة. لا مسوي ذي نفس الشيء انا قلت. يشوف وين الغرض اللي فيه. قرض منه كان لحظة وين؟ طيب في اماكن نورت لان في اغراض. هنا في طريق صاعدة صعد فوقه. نص طريق صاعدة طريق الممر. كيف ادخل من ذا الممر؟ هنا ما بيفيد. لازم طريق اني اكسر ذولي. بس ما ادري شلون. كذا هذا طريق مسكر. روح هناك. في ذا الشيء ما ادري شو. ذا. اوه. لما تجيب ذا العربات عليهم باصين هم اللي بيوصلون لي الكهرباء. او اني انا بوصل لهم كهرباء عشان اخليهم يتحركون لهنا. بس ما دام ما في شيء من اللي مدينا اسويه. انا اشوف نهاية الطريق. نهاية الطريق. المفروض الطريق مفتوح بس مسكرين بصناديق. ايوه هنا. تقدر ايش تسوي؟ نزل هذا، هذا احتاجه بس لحظة. هل في أي شيء منه؟ تقدر. في شيء طلع لي من ذاك الصناديق؟ لا ما في أي شيء، تخبط علي برضه. ما في شيء. قاعد اتمنى الرصاص. في طريق هنا مفتوح، ايوه. حبت او الرصاص ذالي، رصاص النار. بدأت تجمع منهم أكبر كمية أكبر عدد منهم عشان منطقة البيت اللي كانت في البداية اللي يبغى يستكشفها. هنا مجموعة رصاص بس ما أدري فذيلة لأن الطريق كان مسدود صح؟ أنا متأكد بعد يمكن كان طريق مفتوح وما انتبهت له. صح الطريق مسكر. إي الطريق مسكر ليش قالت كان مفتوح؟ طالت مرة ثانية. لازم أجي أنزل الحين مثلي. أوه عرفت كيف. لازم خلي تمشي في السريع وانا ذي ادخل داخل الصحراء هذا بس لا صدق صدق صح اي تحرك انا اسرع ارتاح انزل ذي نزلها ايوه انزل ذي وارتفع لما انا كنت داخل ايوه عشان اخذ ذاك الشيء ايوه ما بدي اخذ الا كم رصاصه خمس رصاصات بس 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 اي قفلنا منك طيح وين الغرض؟ هذا الاضافه كان شيء من المهمه ايه ولا تسوي شيء ومفتاح بس هو داعي منه لا ما دام فيهم رصاصه بستخدم واحده على طول اوه على طول تبعدهم تبعدهم اللي تريد تبعدهم لا بقي 21 ما بقي 16 الحين لازم ابعد ايوه نشوف عنده صحه دام لا ما عنده شيء نفعل ذي ونخليها تنزل واخذ القرص بعدين نرصح اوه وذي دفع منه عشان دي ناصات فوق ايوه لا ما دام بدخل يدفع زي كذا خلى بعدين وين مكان اللي كان يبغى مفتاح بس اذا لا اللي ورا هنا هذا المكان اللي كان يبغى مفتاح صح؟ فتح الباب لا بس ذا الباب اللي منه كان قدام كان في باب هنا قدام كان يبغى مفتاح ايوه هذا هو فتحنا الحين بالمفتاح بس اكيد يبغاني اروح فوق هناك حتى كذا ما باخذ ذي الرصاصة الحين، لا باخذها بعدين. بحث 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 الرصاص ده بيفيد وياي الحين. أو لحظة، خليهم يقربون انزل القنبلة. خليهم يطردوني. حتى خليهم يجون لمنه. يلا وين؟ ما يجي صدم. يقفل. هذا واحد واحد فوقي. طلق على راسه. لا ما راح. لا ما راح. ايوه. في زيادة؟ ما في زيادة تقريبا. طيب صح زيادة؟ لا خمس رصاصات، بس ما في خمس رصاصات. تحتاج صح زيادة. بس اعطاني ذا الصندوق. ما اعطاني شيء، واللوبي لازم قاعد اتعلق كل شوي. ناخذ مراية، صح. استخدم المراية بس هذا اللي لازم استخدمه.
ألف زي كذا خلاص. في غلط منه طايح، هو كان في غلط هنا قاعد مريني إياه، يمكن في الطابق الأرضي. يعني لحظة لازم أخليه زي كذا، ودي ألف، ودي أنزل زي كذا، ودي ألف برضو، وفوق زي كذا، ودي ألف، ودي ألف. الحين وين الغلط؟ كان هنا ملكي، إن في غلط كان منور لي. خلني أفتش المكان، هو هذا نفس الطريق ما يجي يأتي منه. المفروض في هنا غلط بس ما أدري وينه. في طريق صناديق مدينة صارت فوق، هي مدينة صارت، لا ما مدينة صارت فوق. أقول نجي نلف هنا بس في السريع، ما في شيء خلاص. نجي كاسر ذا ونجي ندخل داخل. بس في رصاص زيادة، عدد ملأة. من هنا صعد فوق هنا، ومن هنا صعد لهنا، لا ما صعد لفوق خلاص. صعد صعد هنا، ليش قاعد يدور؟ ليش قاعد يدور؟ ليش المكان مرتفع؟ نفس الشيء، هو الرافعة عند خد دخله. أيوة الرافعة، ناخذ ذي المراية. ليش من الرصاص؟ رحت اخذ كذا يعني، بس ما عندي مساحة لهم. بس يلا وصل فايدتين، ويبغى ننزل هنا الواضح. You've got to be kidding me. يعني ما يجي قتلي واصي خلاص. ولحظة ليش انا زي هنا اصلا؟ يبغى اجيب انا منه باصي زي رافع، اجيب انا منه. لا اذا طلعت هنا بدي اموت. انا اصعد هنا، ايوه فوق، هل هنا هذا مليان مكان. لا تستخدم الرصاص العادي، خلاص استخدم ذا الرصاص. سوي عادة ملء واحدة وخذ واحدة. ايه لا مستخدم، اخلي واحدة داخل في المسدس واخلي اربعة معي، لانهم ما يخليني اخذ الا اربعة. واذا خليت واحدة معي في السلاح يحتسبون خمسة. لا ما اروح هناك، يا لا ما في ذرة، لا ما اروح هناك. ما ادري حسب كاني قاعد اسمع صوت هذه المنارة. اروح هناك، يبغاني اروح الطريق عشان اطلع لهناك. حبوب وصلتني ذي الطاقة، بقي أربع حبات من الحبوب بس. إذا كان الحبوب بس لمنا، إذا وين لازم أروح؟ وضع المكان هو هنا فوق صح، نسيت ورقة صح؟ إلا سيت سيت. وين لازم أروح؟ هنا طلقة كذا، بستخدم طلقة فلتر. أيوة استخدم، خذ ذي عدة ملء وخذ طلقة. ما يستفيد من ذا المكان الا ما ارزع. ايش الفايدة اني ارزع اذا قال لي؟ او صح يمكن بس هنا كان مكان حبة حبوب. انا اقدر ارزع مثلا اذا اطيح. وش اسوي ذي الحين؟ ما بدي استخدم اي شيء بذي الرافعة. وهنا مجموعة رصاص، لا ما خلي عندي مليان. قاعد يقول كانه ليش صعدت هنا زين انا؟ وفي ذا الطريق ما يدري قاعد يقول، بدا الطريق منه. سكع علي الطريق، لو انتبهت. لا سكع علي الطريق، وش الفايدة زين؟ نزل فيه. أو لحظة. أوه ذا طلقات نار، بس أنا برضه أطلق مجموعة طلقات كثيرة. أنا أروح الحين أرد أخذ لي حبة رصاص. تعال هنا، خلنا حبة. ما أدري كأنه خلص، يا لا أبد ما يخلص، بدي أستخدمه كثير. بصيف على ما أطلع برا، لحظة. لازم اشوف وين لازم اروح، مثلا اذا اطيح بموت. بعض الشيء لازم افدد، لا ما افدد ذاك الشيء. خلينا نشوف طريقة ثانية، او يمكن لازم من فوق. خلينا نجرب من فوق. اي من فوق دخلت لداخل، خلنا ناخذ شوية رصاص ورحت الورقة برضه. فزعت زين، بس ايش الفايدة؟ اذا اطيح هنا ما بيجي بموت. امس نجي افدر هنا في سطح طين. انا اراك. اوه فزت مكفرة ايدي. لحظة لحظة، قبل ايدي انت، قبل ايدي، قبل ايدي. لا راح كل الرصاص. انا ما خلي معي رصاص، المهم انا ذا قاعد يكسر الطريق قاعد يساعدني. تعال روح لمنك، تعال انا بس اكسر. لا ذي تكسرت انا. خذ بالي بالسريع.
هنشوف. الطريق انكسر عشان جيت ولا داخل انا. صحة I'll come back هذا for دي this if I محتاجة. need لا it. الحين خلى المصباح كان مكان صار مضر. هو زين في زيادة طلقات، بس هنا المفروض اشوف في شيء المفروض او مسدين عليه طريقهم. صحة رصاص زيادة. نتأكد هل في شيء. ضوء، نحتاج نظرة. ضوء ضوء ضوء. رخ 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 رخ. وهذا ياكل الاحذار حقتي بقوة مرة بقوة مرة. اوف فكر الطريق هذا ما تطلع يفتح الباب. لا ما زال بفتح الباب. It's ايوه blocked بس from the other كذا side. فتحنا. لا ما افتح الباب اول شيء، ولا ما اخليه يجي هنا، لا ما طفي الباب وخليه يجي. بسرعة وين تعال خذ افتح النور عليه. خليه يفتح. ادخل ادخل منه ادخل منه. ايوه كسر صندوق بس انا ابغى بعدين مش مخلص صحتي. بخر هذا الزيادة الحين المكان بس اوه واضح اني بحتاج الحين ده المسدس. خلي ذاهب نزل فدرة ما كان عشان دي النور. سينو في واحدة خلص فدرة هذه هنا جيب هذا إعادة مل. لا ما سويت إعادة مل بعدين أجي آخذ فيه. بيتم منورين صح؟ ما بيختفون زي كذا. وش الفايدة وش المهمة؟ لحظة لا ما تعزب. المهمة الثالثة تقول يقوم بتحرير الفواصل الموجودة على عذلة رافعة الحاويته. حط الحاويته خلاص المهم رافعة الرافعة ذيك. نور في المكان. ايوه خلاص ما يجي لا ما نور كل اغلب الاماكن. صرت هنا طلقة ثانية نور بس رحت من هناك. المهم هنا توي دار كمس اللي يقول. وهنا حبة رصاص. تعال هذه حبة رصاص ما ادري ناخذ بس لا مصوب من هناك عشان نخلي المكان منور. طلقت من هناك زي لما نزلت من هناك. اوه لا ما فجر ذاني لازم اخلص الرصاص كذا على الفاضي. هي لما اجي اضربها تنور المكان وتروح لمكان ثاني. نحتاج نقطينا واحدة ذي بهذي. قطينا واحدة. اوه ليش قطيت هنا واحدة؟ كيف خليه يجي هنا؟ يطفيها شيء تنطفي بعد فترة ما تنطفي. طب خليه يجي للحين خليه يطفي مكانه. خليه يجي يلحقني من مكان بعيد. وينك؟ تعال الحقني. لا ما خليه يكسر الصندوق اللي انا زيت نورت فيه المكان. يهضر تعال 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 منه تعال منه تعال منه بالسريع مكان الصندوق بتاعك. ايوه خلاص روح روح جيب المسدس. وخر وخر قاعد يضربني كل شيء. وخر جيت موت بسبته. هذا الوحش قاعد يذيل اللي مدينا اسوفه هنا. ترى بعد عنا خليه يكسر بس الصناديق ذي كذا انت بالسريع. ايوه خلاص ما هو يكسر الصناديق. جيب السلاح كسر واحده. فزرت واحده عليه بس ما كسر الصناديق الطريقين بس فتح لي ذا الطريق. تبي اعاده ملء. اطلق هنا واحده عشان يتنور المكان. جيب رصاص ما بستفيد منه ذا الرصاص. طورت منه زين ما راحت مكان بعيد. هنا واحده وإذا المكان خليته يكسر لي ساعة. تعال تعال خليني أفزر واحدة على واحد. مي أنت تريد مساعدتي؟ هذا كان يفعل بس مس متأكد. ما قاعد أدور نفس المكان مس السالفة. قاعد أدور نفس المكان. دي بداية الطلقة بحتاجها منه. تعال تعال لازم أطلق عليه الطلقات أنا بس. هذا هو اللازم. الحين بدل ما عندي أطلق عليه واحد. ما طلع ما طلع لا منتظر حتى يجي يطلع. ثاني قاعد اخليه يهرب انا. انا شوف ذا الطريق اللي منه. هذا كان يطلع. بس قاعد يقول. بس خلني افرد الباب. ما ادري قاعد هو قاعد يهرب الحين. بس ما عندي اي رصاص الحين زيادة. اوه شكرا لا احد وصل فيه. احتاط رصاص انا رصاص حب واحدة منتظر حتى يجي عشان افجرها في راسي. اوه في هناك محولات محولات هي مسافة محول. ايوه بقى. هذا هو لازم ننور المكان كله عشان لا اخليه يجي. سمعت اوه نورت المكان سيدين نورت المكان فتح لي اكثر من طريق. رصاص يحتاج ثلاث محولات عشان يمدينا نور سيدي كذا. رفع ذي الرافع. اوه ذي الغرفة اللي كنت فيها في البداية كذا بعرف كيف اجي لها.
المهمة تقول لي لحظة أنا بغادر المسدس العادي. المهمة تقول يعني لازم أروح منه واحتاج 3 محاولات عشان أجيبه منه. لما يتكسر وافتح لي هو الطريق، وافتح لي الطريق صح. نطلع لحظة، الطريق بس نفس المكان، فكت نفس المكان. في ذا الباب من ناحية المسار، كيف افتحها؟ تلك ذا الباب. وين المنطقة اللي لازم ازيد لها؟ ذيك الزهرة ما زدت لها صح؟ اي ما زدت لها، لازم احرك الرافعة التي تبدا على ورا. تبدا على ورا، تبدا على ورا الحين ذي ام لا؟ اضغط ذي واضغط الرافعة. ممكن في زر ثاني من الجهة الثانية ما تدري؟ لا ما في زر ثاني، بس انا طالع من اليوم. ابغى توصل ذي انا دخلتها. بس الحين كيف نروح لذاك المكان؟ اوه لما اطفي النار حتى اخليه يجي بسيط يكسر ذا الطريق. ما دام النار بس منه السب ذا السلك وين يوصل؟ اذن زين زين تعال 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 بسرعة. ولحظة بحتاج وحدة من ذا الطريقات لما خليها تكون ذاتها معي. يلا كسر ذا الطريق. كسره كسر كسر ما دفع. قام ننتظر الحين اللي يجي يكسر لي. ايه هو دخل. وينك؟ كسر ايه تعال تعال كسر لي تعال. المكان فيه نور عشان كذا ما بيكسر. جاي كسر لمبة زي كذا نكسر عليها. لا ما بتشي. المراية المفروض تحدد لي وين بتاعنا. تعال عند النور عشان انا جاي احتمي. اضرب هناك. فهمنا شيء واحد نحتاج المصباح الحين. رفع ما بتفيد، ما بتبدا الرفع على ورا. ما دام يد اوه في ذا المكان هنا هنا ما فينا. لما خليه يجي يلا تعال كسر. نور نور تخاف من النور؟ ايوه مع انه اعطاني كم ضربة بس يلا نزيد ذا المكان. شوف نزيدها اكيد اي سلام مسوف او سيس بدها البعيدة. لا ما زي هنا اخذ ذا الرصاصات. بس هنا شوي طلقات النار ذالي نخليهم موجودين عشان اني بحتاجهم. عندي طريق ثاني، عندي طريق على بس الفايدة، بس الفايدة اللي بستفيد بعدين يمكن. ما في في طلقات هنا. لا مكسر ذالي عشان كذا فايدة اني اخلي معاي مثل ما الطلقات. كسر ذالي. لا لا ما في ذالي. ايوه الحين فلترتهم وحصل على رصاص زيادة وصحة. والحين لان بس ازي اطلع كان معك المصباح كان معي ذي اتنفذ ذي الراس على طول. اذا ذاني الحين بس لان مدام فتحت الباب ادخل هنا ويصير في البوق وصحة وحذار ورقة ما ادري ايش مكتوب فيها. ذيتين بس عشان ذا الشي. المراية المراية لما تشوف وين مكان فيه 3 محاولات. بس المكان اللي هو اجمع 3 محاولات يبغاني. هي المفروض بصير فيها زرق زي كذا يمكن. بس هي الزرق موجودة لحظة وين سيارتك؟ بس سيارتك هي مجموعة الرصاص صح؟ هنا كان في سيارة رصاص خليني أتأكد هل هو هنا؟ أم لا؟ لا مش مسؤول بس خذ الرأس الوحدة من دي. أيوة خلاص فزنا الرأس الوحدة. هو لما خليه يجي هنا حتى يفتح لي طريق أسرع. هنا بنتظره حتى يجي. هو حب إعادة ملء الرصاص. استنى رصاصة نركب رصاصة ثانية. بس وينه؟ لسه ما يبغى يجي بسرعة. أو لا ما في ما يحتاج كذا نفس الطريق. لا ما سيب لي طريق اللي عندما اروح له. هذا هو الطريق صح؟ يرجع الطريق انا جيت له. لا في موتوجين محول كذا لما اخليه يجي هنا. بس كيف اخليه يجي هنا؟ خلينا نشوف المراية وينها وينها عشان يحدد لي. شوف مكانه وين المكان اللي يخليه يطاردني. بس مو سيف انا شي منه. المفروض ان يكون منه بس ما في اي شيء نور انه في واحد موجود منه. يكون في ذات راس انا خلاص. في ذالي خليني افجرهم. لا افجر ذالي دامي لما اجي اشوفهم. او لا او صح كلام افجر عشان اخليه يطلع صوت. جيب المصباح جيب المصباح بس كيف ذالي الحين ليه؟ جيب 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 خلاص خلاص كسر كسر لي الطريق خلاص ما نبغاه. هاي لا افجر. محاول واحد من اصل 3. لا ما شفت المكان عشان بدي اهرب فيه بسرعه لما يجي يلحقني. لان ما عندي الرصاص من ذا الشيء استخدمته كله. ما
ما عندي اسطر. لا 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 زين، انا انعلق قبل ما تبي تطلع ذي راح استفيد منها. لا خذ المحول وافتح. شوف هنا مدينة اسد المفروض لما اخليه ذي هنا، لما اخليه ذي اكسر الصناديق، بس بخلي معي المصباح للاحتياط. بس قبلها لما افكر بالي عشان اخليه يجي لي بسرعة. خليه يجي احط ذي برضه، انتظر حتى يجي هنا اغفل شيء. غفت بسيط يمكن استفيد منه بس ما ادري ايه. وبعد يكسرهم زي كذا ايه هذا وده مصباح مصباح يكسر كسر ده بسرعة. لو ما ديب عليه بالمصباح المفروض على ما يهرب بسرعة. لا مطفي المصباح الحين واخليه يجي. اي تعال 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 منه مصباح عليك صوب عليك على طول بالضبط. لا باقي واحد بس، باقي واحد بسرعة بسرعة. اي وجه نطيح بسرعة صفر. لا نور المصباح لما خليه يطيح في الزهر، لما خليه يطيح زهر كثير. ايضا نحتاج نكسرها. ما ادري ذا المكان ما ادري. لا هذا هو ذا طيحة وانا بدي افقع كذا بس من حولين. تخلي يطيحهم لي بالسريع، طيحهم لي كلهم. بقى واحدة بعدين طيح خلاص. الحين لازم ادري ارجع اضل نفس الطريق. خلاص المصباح المفروض ينور عليك. المصباح بس يمكن يخلي بس ابطا وما يجي يهدم. وذا نفس فوق الحين المفروض الطريق انفتح. وذا بس انه حبوب ابي اعرف الطريقة عشان مدينة اطلع. الباب ما جيت له نجي اغوز زين. لا كان مدينة ذي اصلا كان ذاك المكان كله اللي انا جيت له بس مكان فيه حبوب. الحين ناخذ ذي الطلقة نعيد ملعها ومحول ثاني. المهمات كيف فهمتها؟ المهمتين المساعة والمهمة اني اذيب ثلاث محولات ويا حبتين حبوب باقيلي من ذي المنطقة. كذا بقي لي هذا اني الاقي الحبوب الباقي. بس عدم جيت هنا لقيت محول واحد، يبقى لي واحد وينه؟ بس موجود هنا او موجود. لا دي صح بس ديو ما ادري ايش قاعد يقول. جدا المكان كله جيت كذا محتاجه. اي جيت كامل خلاص ما فايدة. لو مسوف المكان في محول زيادة معناه مكان في كهرباء. اوه ذا الطريق مزيد. نفتح الباب بذات نفس المكان. لحظة كيف هذه تنور؟ المفروض انا في لها محول صح؟ يعني بس زي كذا جايبين مثلا دي المنطقة بس. ثاني بروح ذي ادور. اوه طريقتين مثال صح برضه ما شفتهم. لا ما دام صار مكان كله منور ناخذ طلقات من ذلي واجي اشوف لي الطريق. ما اشوف الطريق ادور لان الاماكن الاشياء ما اخذتها. هذا ما دام مكان كبير وفي اشياء زي كذا خليني اشوف المراية. مراية انا واقف سيدك من سيدين بصير الاماكن بس كذا يمكن لازم اجي اشوفها. في الوحش هذا من هناك عندي يجي لي هنا ما يجي يطلع. هذا اهم شيء شوف وين عندي يطلع. انا هذا المكان مش منور بالكامل. وين حذر نحتاج المصباح طلقات زيادة من ذالي نحتاج ناخذهم. بس طلقات والباب صح ما شفت الباب. كيف اطلع من الباب من الجهة الثانية؟ كم ذا عندي عبيته مليان الحين. ابغى المصباح هذا حبة زيادة محتاجة هنا. ما في اي شيء منه لازم ازي اطلع. كيف اطلع من اي ذهب؟ اي ذهب كسرت كسرها لي. وين غرفة المراقبة اللي ابغى ثلاث محاولات. ركب واحد ركب ثاني استفيد ركبت اثنين اذا سألتهم لحظة يمكن استفيد منهم يقول لي اذيبهم في مكان او زي كذا. هذا اي بس يمكن احتاج كذا بخلي معي حتى اجيب الثلاثة كله. بس هنا في ورقة ما ادري بس مو اني اطلع الحين
واحاول كيف اخليه يكسر لي ذاك الطريق. صح نسيت المحول كذا مدي يكسر لي ذا الطريق، ترى كان ذاك المحول يطغي من الفيزيك المنطقة في البداية. ايوه كسر خلاص، وخر بسرعة وخر. ايوه نحتاج الحين رصاص، فزت خليته يفزني وياه. كسرت ذا الباب اللي منه كان مسكر لما جيت مت، بس الحين لازم الاقي لي كم حبة رصاص منه، ما عندي الا واحدة. هنا في واحدة ثانية، في واحدة زيادة منه قريبة كذا. لا احتر ما ابغاهم، ما حد يجي المنطقة. او لحظة اي ما حد، انا في طريق ثاني اسرع اصلا انه خليه يجي لو من ذا المكان. كسر ذا، كسر ذي، كسرهم. طلقة طلقة طلقة، خذ الراحة. ايوه خلصنا منه، سوي اعادة ملء. وين المكان لازم يصير؟ اوه ذا مكان جديد يبغى. اوه هنا مكان فيها بيت محول، بس عشان اتاكد هل في شيء. ما في شيء زيادة. في طلقة اجيبها، جيب هذي صح. عندي اكسرها ذي بذي ام لا؟ دي اكسرها، بس في صندوق لما اخليه يجي لهنا لما اخذ حبة المحول. حمسك تأكد الطريق، بس في ذا الطريق برضو طلق عليه، بس يرد عليه. هذا هنا نفس الطريق كان بيجيني. هنشوف في غلط هنا، اخذه رصاص وصحة كذا. نجي هنا بالسريع، بس هذا الطريق كذا خلاص. ناخذ اخر حبة محول موجود، لحظة صحة وورقة بس نقطة فيها. اخر حبة نبغى ذي الرصاص. اوه انا سكت عليه الطريق عشان كذا. لحظة وش الفايدة؟ لازم اخليه يجي لي حتى اكسر الباب. حط هنا حبة محول، يفتح الباب. لما خليه يجي لي، ايوه هذا زين هنا. خليه يجي لي ذي الزهر. ايوه يلا يلا تعال منه تعال منه. بس ذا الصندوق، خذ الطعم على راسك. خلاص ندخل هنا، ناخذ حبة المحول، تعالي. وبعدين نجي نطلع ونعد هذه الملاعق عشان استخدمها مرة ثانية. بس اي مكان اطلق فيه ذا يتمون. عشان كذا لحظة، وين القرفة اللي لازم ادخلها من البداية؟ داخل ايدي هنا على الاقل يكسر ذالي، تعال من اكسرهم. اخترت المملكة، اخترت لحظة كذا خلاص. اكسرهم لي عدل، بس هو ذا المكان لازم ازيله. لما خليه يزيل هنا مرة ثانية، لما خليه يزيل هنا عشان يكسر لي ذالي. عشان بدال اخذ لي مسورة طويل لف ما ادري وش، خليه هنا يزيل على طول. بس اخذ ذالي يمكن يزيلي، يسمع الاصوات. هنستخدم المراية. موجود هو قريب منه مزيد زهم؟ لا مش موجود. مزيد زهم كلها واخذت كل الاشياء. لا باقي ذالي، ذالي حبتين الحبوب. واحدة هنا مخصوصة باصيع وعندي مسافة بعيدة، ويذيك مسافة بعيدة. ترى تعالي خلاص صعب، خليني اروح اخذ لفة اطول. لا هي لفة طويلة اصلا، كل شيء ده بس منه امشي منه احسن من اني اذي انتظره. فيهم رصاص زيادة ما اخذته. خلى المصباح صار، نحتاج المصباح. لا اصلا احتاج ادخل هنا، بس ابي اروح اذي كذا. انا نحط المحول الاول، المحول الثاني، والمحول الثالث. بسوي تشغيل للزر. في واحد ضالي. لحظة سوينا التفعيل. اوه نزلناه، بس نخلي تمشي قدام زيادة. خلي تمشي زيادة قدام. انا لازم امشي هنا بالسريع. وده سيدي العالم ما ليه فعلا، اصلا ده الطريق كان يمكن اسرع برضه. نازلة وصل دي اكيد محتاجها. خلي العالم تمشي بسرعة بسرعة. وخ وخ طلعت عني. صد 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 فوق. ايوه الحين خليه تروح فين وهي تروح. بس وين كانت مثيرة؟ يبغى نيجي من هناك. مصباح قاعد ينور. خلي العالم تمشي بسرعة. هذا راح منها، خليه يروح من هناك. بس العالم المفروض توقف لنا من هناك. اذا وقفت من هناك لازم انا اجي انط. يصعد على الباب كان مسكر ذا كذا. بتخلص من الوحش، الوحش قاعد يتكلم. لا ما اعرف اسم ذي المنطقة، نسيت بس هي واسم الوحش كذا. المهم بس نريد نطلع الحين كذا. فض علقت، يمكن لازم بس قفزة سريعة. قفزة سريعة. المهمات نفسها مالت محاربة الظل. عد إلى المهمة الثانية، عد إلى المنارة وقم بإزالة الانسداد وزم حبتين الحبوب اللون الأزرق. ما دام نزلت سيدين بس فعلا صدر مكان هو.
اعمل ايه؟ ايوه هنا، بس لحظة، ما عندي اي طلقة عشان بدي افتر طلقة. ايه زين زين، حطيني طلقات، نفس كل طلقات يعني، تبي عدد ملأ وفلتر، صح المنارة، هو صح انا هنا. اذا لحظة، هنا المفروض في الخارطة اشوف وين المكان لازم اروح له. داخلين هذه المنارة اللي دائما ما تنطفي اللون اللي نعرف. أنا وين بالضبط؟ أنا المفروض أنا طالع، أنا في ذا البيت المفروض. لا أنا داخل ذا البيت اللي يقول لي المهمة عنده أصلا. مور كان قاعد يقول مسيح، يبغى المسيح، ماما هي حبة رصاص. المفروض أنا أروح للإنارة فوق، قال لي أسدد هذا، وهي ما في أنا سكره، سدد قنبلات الانسداد قال لي، بس هذولي هنا فلتر، طيب بيعطوني حبة كل شوي، يا أفضل في عشوي دي كذا فترة، أيوه هنا المدينة والله، خلاص يلا نروح، لحظة، المنطقة اللي كنت فيها على المدينة خسرت محولات، بروح أجي أخذهم إذا قدرت، لا ما يمديني ما يمديني، يعني أنا طلعت، لو ما طلعت كنت خليت معي ثلاث محولات للمهمات اللي بعدها. إذا ما حذفوها من عندي يعني يمكن ما أصلا ما يمدي خطة بسيطة حطيتها يمكن فكذا لها ما أعطاني رصاص زيادة بذي. لحظة وين المكان يبغاني يقول لكم بإذاعة الانسداد في هنا عضو، كيف أخذ ذا يدين الحين ما دام ما يمدي؟ ما أدري إيش قاعد يقول، بس وين الانسداد بالضبط؟ استخدم مول هنا جديد، أوه هو يرمي السيارات، هذا أفكر يرمي الصخور، ترى على ما أطلع، نسيت كنا معك، وين لازم أروح؟ هذه هنا جيت لها، خلينا نشوف فوق، طب واحدة سم، إيه هذا هنا عند المنارة قاعد يقول بس، قم بإيجاد زي الأشياء بس، ما عندي الرصاص، استخدمت آخر رصاصة كان عندي إياها، لا لا في طريق من هنا فوق صح، ما حد داري بس. أشوف إذا ما وصلت أصلا جاي في الدنتال يعني بس هي واحد جيب صح هذا الحذر لا أصلا هنا قبل هو يكسر ذا الحذر في منطقة كاملة عد إلى المنارة إيه هذه المنارة جيب رجعت لها جيب وش يبغى يسوي هنا ثلاث محاولات برضه فيها هنا بالسريع قبل ذا الوقت كيف قاعد يقاربني أوه في هنا حبة زين تعالي طالما في شيء ما يبي افتح الباب او ذا المكان كان ظلمه فزر فزر المفروض يفتح الطريق للمكان ايوه قم بإيجاد الانسداد كان هذا هو الانسداد ثلاث اقفال ناخذ هذا ما في شيء بيت مجيزة هنا كذا بنحتاج المصباح هنا لان المكان كذا ظلمه طاقة التلفاز لون احمر بعد هو مفتاح اوه حلت لغز وانا مو ولا ادري Waking up in cold sweat, being haunted by government spies and loving it is not normal. Neither is losing your patience. Paranoia will eat you whole, won't it? ما ادري ايش قاعد اقول. ليه بس حذر منه هذا الباب ما يفتح. تمام هذه ما ادري اسيلها. لقيت مفتاح واحد من نص مفتاحين لا من نص ثلاث قلت مفتاحين هاي السفينة اللي كنت انا فيها اني بعصر لها صار لها حادث لا مثلا يبي يقرا خليه زي كذا لفترة ما في شي هنا فوق بس انا لسه قاعد اقول زي كذا لما اخذ المراية المفروض اني هي تنور الاشياء في هناك شي ازرق شوف في شي ثاني ازرق اه في شي احمر الاحمر هو المكان المفتاح الاحمر اللي انا بعصيه للمهمة إذا نجي هنا وهنا هنا لما تشوف في المراية هنا ما في شيء بالمراية أنا هنا في مراية مكسورة معناه يبغاني يشوف شيء في المراية لما أكون واقف عليها هنا إذا فوقي ما في أي شيء ما أدري بس نستخدم المفتاح دي في كي هو التلفزيون لحظة إذا ساعة
خلاص كان صاروخ، بس متأكد. بس انا مسؤول مكان في الساعة لو هذه. خلاص ايوه هنا لقينا ذا. ناخذ الحذر، ورقة زيادة، كلام انجليزي كله. نفتح ذا الباب اللي منه، في حذر بس. اوه هذا هو، ما دام هو هنا. هنا مفتاح بس ما في شيء. لا تحطين ذي كلها هنا بس. اوه ها، نفس ذيك المرة كان ذاك، كان المنطقة الثانية كان لون وردي طالع لي، هنا أصفر أبيض. أصفر أبيض فهمنا، ذي اللعبة طالعين لون أصفر وأبيض. فتحته ورقة فيه، ما أدري وش قاعد يقول. ما في شخصية للعبة حقتي، للعب حقي. ما في أي شيء، ما في إلا هنا مراعي قاعد يقول لي. ليش شفت أنا؟ إيه قايل لي مفتاح. The door is all chained up. هذا بصي، هذا أيوة عدل ولا Guess نفس not. هذا؟ لا هذا بس. إذا ما في فايدة ذي مراعي حقتي، في شيء كذا قاعد ينور أو شيء. لحظة، باب هنا كان مسكر، زي كذا أسوي زي كذا كان صار ظلمة. يمكن إني بس بعث عنه. ذاكر في هاتف، في هاتف هنا. ما ادري، يطلع تذكرت سوى التحدي اللي هو في اللعبة، يعني لما كان يتصل لي اللي طفيت على ريح، كانت في بداية اللعبة كانت. بس هنا في نازلة، بس ما ادري وش بدي اسوي فيها. نصعد لفوق الحين لعند المنارة ونغيرها للون احمر للون الابيض اللي عندي اياه. المفروض كذا اكون يعني خلصت، بس حسيت كان نسيت شي كذا محدد بالابيض. بس خلينا نصعد هنا الحين لفوق. لون احمر كيف قاعد يزيد، لون احمر بقوة ذا. بس بدي اسوي مكان، بس انكسر لي، ما يمدي اغيرها الحين. انا ممكن او اذا تنسى شيء او تذكرها شيء. لا بس هذا ما بعد، انا اخذ ذا الرصاص زي كذا واشوف الفايدة، لان الحين ما ادري. اذا تكسر كل شيء قاعد، اي شيء قاعد يمشي عليه قاعد تكسر. لحظة لحظة، كلها مفجر انا احدها. فتيتا ايه فتاة، فتاة سهل. لا المفروض فتاة سهل. انزل هنا، ما قاعد انزل انا صح كثير. انزل، ما قاعد ينفذر ابد. رايح عكس الضوء حقي عليها. لا صيف انا اجرب، ما يصح كثير. نازلة، لا رفع الحين شوية ارملها. لا لا، هذه المنطقة خطر كلها. يا سلام، يبغاني يسوي في هناك شي قاعد ينور ابيض ازرق. يبغاني يستخدم ذا، كيف استخدمه؟ يمكن مهما تغيرت. يعني يقول استخدموا الأضواء لمحاربة الظلم، استخدموا الأضواء. تقلق عليها كثير، ما في شيء. أنا بخسر الصحة، ولا ما كسر كل الزجاجات. طريقة تكسر، أوه كسرتها. كان لما بس أطلق عليها من ساعة، كان لما فزر لمبة بس. اللحظة فتح الباب زين، جيب هذي ونحط هذي بعد كذا. مهمة عشان الخطة ما تشتغل. نو باور، لازم أنزل عند المحول تقريبا الثلاثة. الحين ننزل بس كذا لتحت. نازلة نازلة نازلة، لا بننزل كل شوي. ننزل للأخير ونشوف وش بيصير. الظل عشان كذا بصير يتهدم. لا جد فهمت، مو في المكان فتح لي ذا. هل يبي يهدم علي هو أم لا؟ في مكان هنا طاقة المفروض. الزر ذا وش يسوي؟ أغراض كثيرة ذي، راح
ورقة ما ادري شوية منها صحة. ابغى يعطيني صحة. الحذر هو المحتاجة. يفتح الباب. الباب مفتوح بلا صح بس يفتح. لا ما اخذ لي الاغراض اللي منه وش اسوي زيادة مد. كيف هذا ما شفته؟ هذه ما شفته. تعالي نحتاجك الصحة. المدير الجديد جاها. وديت المكان قم بإعادة مال. هو هذا هنا محل كبير. لازم أشوف كيف يديره. لما أخليه يجي هنا تقريبا. لما كسر ذي بس ذي لما أضغط على الكفاس خليه يجي الدور. أعطيه دفعة قوية حتى تصيب لو ناخذه. لا باقي لها دفعة يمكن. دفعة زيادة بس. إلا بصير ما أعطيه كم دفعة أكثر. دفعة. بس ما أسوي. خليه يجي خليه يجي. كسر الطريق سيدين. لا لا حلو خلاص. ما يجي يجي منه. ناخذ ذا الحذر من يجي ناخذه قصاص نعيد ماله ذا. قصاص زيادة عادي. إي كان لما تزيد دوره أنا. أو لازم أوصله بكهرباء بعدين أزيد دوره أنا. هذا ما في الدرع. ما أدري ليش بس ما أدري. لا ما في الدرع. دان هنا دان هنا خذ الراحة بس خذ الراحة على طول. ليش في ذات راسه حتى دان هنا ما جاي طلقة كان لازم اجي في الذرة. كيف اجي لهنا الحين لما ادور لي عن طلقة واحدة زيادة. هنا في طلقة ورا الآلة. نجي هنا ورا الآلة. وخ 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 تسعة تسعة صح ديك صح ديك مات. قاعد الحين قاعد اسحب الدي نورت كل الأماكن ما يجيك لها. المفروض قاعد إني أدفع بسرعة ورا بعض خلاص عشان هذا تشتغل المفروض لحاله. أنا مخليه لون أخضر بس ما أدري إيش الفايدة. أوه لا معطيها طاقة بسرعة أكثر طاقة ممكنة ودي أرزع بسرعة حتى مدينا فعل الزر. كل الطريق أنا جيت منه جيت من ذا الطريق جيت من ذا الطريق موجود فيه طاقة الحين فعل الزر فعل الحين راح. مع إن كل شيء لا يقطع عليك بس يلا. فعلته خاص كلام بس سويته كذا. لا بقى اتعلق شوي نطلع هنا فوق نجي نطلع وما تطلع برا بس خلينا نشوف ذي الورقة بمسك خلاص الحين لازم اصعد لفوق حتى مدينة سقف المصباح قاعد يكسر كسر حوالينا قاعد يضحك ما ادري ليش وراي 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 سلام سلام بسرعة امشي بسرعة. ما ادري انا قاعد امشي بسرعة مرة حتى بدي اطيح. ايوه افتكرت في البار خلاص بتوسع ساعدة. It's okay. The ship, the fire, those weren't your fault. Whatever this chemical is, it's got to be the source. بس كان نور قوي مرة. ما ادري النور كان مرة قوي. خلاص الحين لا مرة للبيت. Madness came on just as suddenly as Virginia's did. I have no doubt their cases are linked. I need to follow the chemical trail. See where it takes me. ما جيت قاعد تقول بس لازم نيجي نرجع. في اتصال؟ لا ما في اتصال. الوصل مفتوح. هذا الوحيد اللون احمر الحين دي المراية ما جيت ابغى فيها مكسورة. هذا ده السكن. هذا بس. وهذا هنا الباب الابيض. ما احد اروح مشوار بعيد. الباب. واذا ابغى مدينة اكمل هنا. باقي الحبتين حبوب اصلا ما لقيتها بس يمكن اسحب عليها واني بدور ادور عنها بعدين لحالي. المهم ان رجعنا لهذا الباب ولازم ارجع لهناك للبداية. بس انا بوقف هنا مع السلامة.